اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله، شكرا لكم خاصه بمكة الرحمن. واليوم جبت لكم فلوق. اول شيء احب اشكركم على 20,000 مشترك. الحمد لله وصلنا 20,000 مشترك. شكرا 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 لكم من كل القلب الذي هو هذا زبده. شكرا لكم على ال 20,000 مشترك. هذا شيء الاول. شيء الثاني، ببدا ان شاء الله سلسله جديده. ما اتوقع ان تطول سلسله حلقه حلقتين بالكثير، لانه ما ودي ابثركم فيها. فاللي تصير سلسله اسال دنحوم، تصير كذا هنا ان شاء الله. هاشتاق هنا ولا هنا ولا زبده، راح احط لكم اياها. اللي بيسالني هنا، اللي بيسالني بتويتر، اللي بيسالني هنا واوسي بتويتر، ما عندك مشكله. راح ان شاء الله تحصل رابط تويتر بالديسكربشن. اللي ما يقدر يكتب باليوتيوب، اللي يقدر يكتب باليوتيوب، ما يقدر يكتب بتويتر يكتب باليوتيوب هنا. للي بيسأل أسئلة، سواء شخصية، اسم، مدري إيش يعني، متعلقة فيني، متعلقة بالقناة، متعلقة في أشياء ثانية. أدري إن كثير ناس نزلون الحين أسألني، بس إنه اللي حاب، إن مثلاً اللي بيحب يتعرف عني أكثر أو يعرف أشياء كثيرة عني مثلاً زي كذا، راح أخلي حلقة أو حلقتين إن شاء الله بإذن الله. قبل ما أنهي المقطع، تويتر تحصلونه هنا، ما تحصلون أحد، ما قلت فلسف حط هنا، ما بيحط هنا، بعدين فجأة شيء لكم وجهي وكذا، تصير حركات ما في أكشن كويس. وش اسمه، تويتر، انستغرام، اللي حاب يكلمني بلاك بيري. بس اللي بيسولف معي بلاك بيري ما اتوقع اني بتكلم، لانه ما شاء الله لسته البودكاستات ما شاء الله كثيره، ولا اشوف الكلام اللي يوصلني. ف اللي بيكلمني عندك، اذا كنت مثلا بس تقعد مثلا عندي بلاك بيري ترسل نكت ما ادري ايش عشان مضحك، زبده كلام كثير. هذا مسك كبير، تلقى ان شاء الله البيبي تحت، وراح تلقى اللي هو الكيك. هو الكيك اللي سولف فيه برنامج تحصله بالاندرويد، بالايفون، بالبلاك بيري، بالش اسمه، الويندوز فون، بكل ابو شيء. و الزبده انه راح كلها تلقاها برابط واحد تحت، اللي هو موقع لينك تلقونه تحت. تدخلوا تلقى اليوتيوب والتويتر وكل ابو شيء، كل شيء عني، بلاي ستيشن، الاكس بوكس، حساباتي وغير كذا. بس هذا اللي كنت بقول لكم. شكرا لكم. اتمنى انك ما تكسروا معنا باي دعم باي شيء. وايه نشت اقول لكم مبروك عليكم الشهر الفضيل، ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم في الخير ومسرات. والله يجعلنا ان شاء الله مصوام وقوامه. ما ادري ايش كذا صرت من الناس الراقيين، اللي صوام وقوامه ولا ايش، ما ادري، زبده فجاه كذا طاحت علي كل الكلام اللي دائما اسمعه بالتلفزيون، والله تعالوا صوامه وقوامه، كلام الشيبان الزبده. فما علينا، بس هذا كان عندي. اتمنى الفيديو عجبكم. ما ادري اصلا اذا الجوال يصور للحين ولا لا، بس هذا كان المقطع عندي. اتمنى اللايك والفيفورت والسبسكرايب للي ما اشترك من القناه، وخلونا نشوف ال 20,000 هذول كم يقدروا يوصلوا اللايك. ف ابيكم كذا تلخموني بلايكات واسئله. اهم شيء الاسئله، مو اهم شيء اللايكات، اهم شيء الاسئله. اللي اذا كنتوا تبغون السلسله، اسئلتكم هنا او بالتويتر. بتويتر يا تمنشني او تكتب، ما يحتاج تكتب هاشتاج وما ادري ايش زبده، بس منشني اللي هو @d7oom143، راح اكتب لكم يا هنا يا هنا بالمساحه الفاضيه تلقون عندي يمين ولا يسار، ما ادري زبده، لاني انا حاط الكاميرا قدام، ما ادري اذا في مساحه في يمين ولا يسار. فما انا بستعجل لانه في مباراه الحين. فبس اذا كان عندي منو يعجبكم، يلا نشوفكم على خير. السلام عليكم.